السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشرح موضوع البروتوكول Go Back and IRQ. هذا البروتوكول يمكن أن يرسل عدة إطارات قبل استلام Acknowledge، حيث يحتفظ نسخة من الإطارات المرسلة حتى تستلم Acknowledge. هذا مثال صغير عن موضوع Go Back and، بتلاحظون يحتوي على SF، مؤشر SF، ويحتوي على مؤشر SN من جهة السيندر، ومن جهة الريسيفر يحتوي على مؤشر RN. بهذا المثال SN وظيفته هو يتحرك كل ما يرسل فريم، SF يعتمد قيمته على الأكنولوج اللي راح يجي له من الريسيفر، كذلك الريسيفر RN يتحرك أو يتفعل عندما توصل لفريم من جهة السندر. عندما يتلاقون المؤشر SF والSN عند نقطة ما من جهة السندر، هذا يعني أن البيانات قد وصلت، راح يبدون إرسال مقطع ثاني من البيانات يحتوي على التايم. هذا التايم هو ما تخلص البيانات الأربعة، هذا يعني أن البيانات مرت بسلام ووصلت لجهة الريسيفر. أجي الفريم صفر، هسه راح نبدي السيندر راح يرسل الفريم رقم صفر، اتحرك مؤشر SN على رقم واحد، هذا يعني أن المؤشر السندر رسل الفريم رقم صفر. جهة الريسيفر، الريسيفر راح يتحرك المؤشر RN على الرقم واحد، يعني وصل الفريم جهة الريسيفر. شو راح يسوي؟ راح يرسل اكنولوج الى جهة السندر. لما نرسل اكنولوج الى جهة السندر شنو راح يتحرك؟ راح يتحرك الاسف، للاسف تحرك خطه واحده وصار على رقم واحد، هذا يعني ان الفريم وصل وجاله اكنولوج من جهه الريسيف. بدي هسه راح نبدي على الفريم الخطوه اللي وراها، الفريم رقم واحد، السندر رساله للريسيف، الريسيف شنو سوى؟ حرك الار ان على رقم اثنين، يعني الفريم وصل لي. شو راح اسوي؟ راح ادز لك اكنولوج، اقول لك عندي الفريم وصل لي، دز اكنولوج رقم اثنين. الريسيف ما له علاقه، هو كل ما يوصل له الفريم يرسل اكنولوج، ما له علاقه تضيع تتلف، المهم هو رسلها. بعدها يا عندك الفريم رقم اثنين، عندنا الفريم رقم اثنين راح نرسلها، من رسلنا لها شو نسوي؟ الار ان جهة الريسيف تحرك على رقم ثلاثة، قال لي الفريم رقم اثنين وصل لي، راح ادز رقم اكنولوج رقم ثلاثة. لما ندز اكنولوج رقم ثلاثة مع هذا يعني انه اكنولوج رقم اثنين اكنولوج رقم واحد وصلا، لان ما يدز اكنولوج لحد ما يوصل لفريم، مستحيل ان يرسل اكنولوج الى ان يوصل لفريم. بعدها شنو دز له؟ دز له اكنولوج رقم ثلاثة، بس الاس اف كان على رقم واحد، اجاله اكنولوج رقم ثلاثة. شنو صار؟ راح ينتقل على رقم ثلاثة من جهة السندر، يعني قل لي يابا الفريم رقم اثنين وصل. بعدها راح ينتقل عملية الى الفريم رقم ثلاثة، رسالة ويرجع له
اكنولوجي رقم 4. لما رجع الاكنولوجي رقم 4 راح يجي الـ SF. لما رسل اكنولوجي رقم 4 راح يتلاقون الـ SF مع الـ SN. هذا يعني انه البيانات وصلت جهة المستلم وينتهي العداد تايم اوت. نجي على السؤال رقم 12. مثل ما تلاحظون كذلك عند SF و SN و بيانات. وين صار اللوست؟ اللوست صار اكنولوجي رقم 1. قلنا الاكنولوجي رقم 1 ما تأثر من هو نوع go back n، يبدي يرسل البيانات كلها. لما رجع الاكنولوجي رقم 2 هذا يعني انه اكنولوجي هذا يعني انه لما رجع الاكنولوجي رقم 2 هذا يعني الفريم رقم 0 وفريم رقم 1 واصلات، لانه الاكنولوجي ما يرسل مثل ما قلنا حد ما يستلم الفريمات. نجي الفريم رقم 3 رسالة صار لوست. السندر ظل ينتظر الاكنولوج مع الفريم رقم 3 ما جاله. شنو اتأكد؟ صار سواله تايم اوت، عاد الارسال. من يعيد الارسال؟ يعيد الارسال المكان اللي واقف عليه الاس اف، يعني من بعد الاس اف فما فوق يعيد ارسالها. هاي ملاحظة مهمة انه اعادة الارسال راح تكون من المؤشر اللي واقف عليه الـ SF. بعدها اعاد الارسال فريم رقم 3 واستلم الاكنولوجي رقم 4. من استلم الاكنولوجي رقم 4 هيتلاقى المؤشر SN والـ SF اذا البيانات وصلت. هذا نجي نشوف هذا المثال كذلك. هنفتح الفوتوشوب. هذا وين اللوست؟ اللوست مبين من الفريم رقم 1. لازال فريم 0 رجعنا اكنولوج 1. هنا صار لوست الفريم رقم 1 هذا المثال، وبقى ظل يرسل رسالة 2. وين ظل واقف؟ ظل واقف على رقم 1. يقول له انا الاكنولوج مال انا ما وصل لفريم 1، شلون ارجع لك اكنولوج؟ دز له اكنولوج رقم 2 ظل واقف، واكنولوج رقم 3 ظل واقف على R1 1 إلى أن مل الانتظار. السندر بعد ينتظر مل الانتظار، شو نسوى؟ عاد التايمر وعاد الإرسال الفريم اللي واقف عليه الـ SF. عاد الإرساله فما فوق، عاد الـ S1 S2 S3 إلى أن استلم الريسيفر. تحرك المؤشر R1 على 2، لازال الأكنولوجي رقم 2. للأسف تحرك على رقم 2 كذلك و وصل لرقم 2. تحرك الـ RNR رقم 3، لازال الأكنولوجي رقم 3 وكذلك الأكنولوجي رقم 4. لو صار لوست بالفريم رقم 0، السؤال لو صار لوست برقم 0 شنو ممكن ان يحدث؟ ممكن ان يحدث تبقى العملية يرسل فريم 1 وفريم 2 وفريم 3 ويظل ينتظر ماكو اكنولوج، ويعيد الارسال مرة ثانية من فريم رقم 0. لان قلنا احنا اعادة الارسال
من بعد فريم من صفر. هذا كل ما يخص go back end. نحب ننوه انه دائما الRM متساوي قيمة الSF. ناخذنا وين فورشيل فورشات الRN هنا وين قيمته على واحد. هنا من نرجع وين صارت الSF على واحد. كذلك معنى علاقة بهاي نروح بال كبرها شوية. هنا ال RN من صار بعد الأرسال صار هنا على 2. ال F ال SF1 صارت على 2 أيضا. كذلك صارت على 3، هنا صارت على 3، وهنا صارت على 4، هنا صارت على 4. هاي كل ما يخص ال go back n arq. كان معكم حسين أحمد حاتم، شكرا لكم.